مقسومة نصين، أنا زي حاجات كتير متقسمة على اتنين. مقسومة نصين، أنا تلج ونار وشرق وخير، أنا الحالتين. مقسومة نصين، أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه مدري ورا نضارتي، ضحكتي ولا دمعتي؟ أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه مدري ورا نضارتي، ضحكتي ولا دمعتي؟ ولا حد فينا عارف يتغير من أول وجديد، والوحدة بتزيد. ما خلاص محدش بيقدر أبدا ولا خد بالإيد. لا الدنيا بتفيد، أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه مدري ورا نضارتي، ضحكتي ولا دمعتي؟ أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه مدري ورا نضارتي، ضحكتي ولا دمعتي؟ خلاص يا حبيبي؟ اه يا حبيبي. يلا يلا بينا. عاش فريدة. في ايه يا فريدة؟ لمحت واحدة شبه عش تقريبا. هي انت متأكدة انك شفتيها؟ لمحتها من الجنب كده، مش متأكدة. خرجت مع واحد ماسكة ايده وركبوا العربية ومشيوا. طب خدتي رقم العربية؟ اه، فيه شين واو 584. 584. طب بصي، مش عايزين نجيب سيرة للأسر خالص دلوقتي لحد ما نتأكد. مش عايزين نفكروا بالموضوع على الفاضي. عم اليوم امسك. ايه ده؟ دي كوبايه شاي تدفي جوفك كده في البرد دوت. مش عايز. هو انت تغضب على الشاي رخر؟ وبعدين يعني هو انا جايبه حاجه من عندي؟ ما كله من مالك. الشاي شايك والميه في حنفيتك والنار من عندك. الف هنا وشفا.
ايه ده؟ انت مالك عاملاها مر كده؟ مش كفايه عليا مررت الدنيا؟ ما انا ماليش السكر. هو عندك جوه في برطمان ازاز كده بغطا احمر. لقيته، كم معلقة؟ معلقتين ونص. هو انت لسه زعلان مني؟ طب وسيدي الورواري، وسيدي الورواري، انا لو عندي مطرح تاني اروح كنت رحت، بس انا ما عنديش. الشارع وحش قوي يا عم الحاج، انا اول ما الاقي مطرح هسيبك. خلاص يا بنتي مش زعلان منك. يبقى سيب الشاي دون بقى الله يسهرك، وقوم نام جوه. لا لا خش انت نامي جوه، انا هكمل كوبايه الشاي دي وهنام هنا. هنا فين؟ في البرد دون ده انت تموت. ما تخافيش، انا مصاحب البرد ده بقالي 15 سنه. خش انت بس هاتي لي بطانيه من جوه. يبقى انت لسه زعلان مني؟ يا ستي والله ما زعلان منك، بس ما يصحش. يا عم الحاج ما سيبك من اللي في راسك دون ده، انا قد بنتك. هو انت خايف مني؟ لا مش خايف منك. امه خاف الشيطان يوزك؟ لا برضه مش خايف الشيطان يوزني، بس اتقوا مواقع الشبهات. مالك؟ يعني ما تحطيش نفسك في خانة تخلي الناس يظنوا فيك السوء. يلا يلا روح هات البطانية بقى عشان أنا سايحت. يلا ماشي. وحشتك ده واحنا مع بعض طول النهار يعني. لا انا مش قصدي وحشتيني كده، انا قصدي وحشتيني. لا طارق مش هينفع. تعالي هنا. هو ايه اللي مش هينفع؟ مش هينفع النهارده ولا الاسبوع ده كله. فعلا؟ اوكي يا حبيبتي مفيش مشكله. انت زعلت؟ لا يا حبيبتي انت ذنبك ايه؟ حاجة غصب عنك. بعدين احنا قدامنا العمر كله اللي خلانا نستحمل كل ده ما جاتش من كام يوم. انت مش هتنام؟ لا انا هطلع البلكونة واشرب سجارة.
شمس الشموس. أنا قلت أنت نسيتنا خلاص. وأنا أقدر برضو، بس ما كنتش راضي أجيلك وإيديا فاضية. ايه جايب لي هدية ولا ايه؟ واي هدية؟ بنت فاكهة سي كلاس وما تحت السي كلاس، بس ايه انضف حاجة في منطقتها توقع اجدع شنب من تجار السوق اللي بيقولي خميس وجمعة. كم سنة؟ لغة عشرينية كده. يا اخويا ما تابع، ده البحر اللي اسمه بحر ما بيقولش لا. هقول انا لا؟ الصبر، البت لسه عصاق في شغل كتير، عايزة سكينتين معجون وتخش فرن وتاخد وش لميع تبقى عالزيرو. وانا عندي الزبون. توري ايه؟ انت هي ساعة كام؟ الساعة بقت 8 يا حبيبي. تقول لي نايمك هنا؟ قلت لها ده بتفرج على فيلم حلو قوي بس شكلي نمت في نص. طب اعمل لك تفطر؟ لا يا حبيبتي، انا اكلت بسكوت وشربت شاي بلبن. طيب، طب خش نام جوه وانا هصحيك على الغدا. يلا. انت رجعت يا حرام الفراخ؟ يلا يلا فسحي لاختك شوي. شيخ منصر وبتصلي؟ مش مكسوف من ربنا ان انت بتسجد له وانت حرامي فراخ؟ لا حول ولا قوه الا بالله. حاول لما يبقى يحولك. بتدعي ربنا تقول له ايه؟ يا رب سامحني ان انا سرقت الفراخ من الوليه الغلبانه، ولا بتدعي تقول يا رب ام مولوزه ما تاخدش بالها لما اسرق كل يوم فرخه؟ في ايه يا ست انت؟ في ايه؟ انت حاطه نقرك من نقري ليه؟ انا راجل محترم مش حمل بهدله. ولما انت راجل محترم بتسرق الفراخ ليه؟ والله والله ما جيت جنب فراخي. طب ايه اللي مقعدك في اوضه زباله الناس عيسى اللبان؟ ظروف. ظروف يا ست ام بلوزه، ساعات الظروف بتجبر البني ادم انه يعمل حاجات هو مش عايز يعملها. يعني انت راجل غلبان بجد؟ والحاج عيسى راجل جدع. بس اخرس خالص، ما تجيبش سيرة زبالة الناس دي على لسانك طالما انك بتقول انك راجل محترم. حاضر حاضر يا ست ام بلوزه. يعني انت ما خدتش الفرخة تاني؟ طب خلاص خلاص، حقك عليا، مش هقول لك تاني ابدا انك حرامي فراخ. ربنا يخليك يا ست ام بلوزه ويخلي لك بلوزه. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله. صباح الخير. يا لهوي، الحقوني يا ناس، هدوني يا عالم. يا راجل يا نجس يا وسخ، يا وليه ميت البنت اللي قدها لك في الاوضه. سيب الراجل يا ست ام بلوزه. راسي يا بنت الشوارع يا ست، هفهمك. يا راجل يا نجس يا وليه يا ناس، هدوني يا بابات. الراجل الزباله ده والبنت اللي ماما دي في وضع مخل بالاداب.
يعني ايه؟ هتدخلني ولا اقول لك اللي انا عايزه؟ امنع الباب وامشي. مالك في ايه؟ تعبانه قوي يا ياسر. طب ارتاح، تعالي ارتاح. مالك يا حبيبتي؟ في ايه؟ ايه دي؟ انا عارفه انك زعلان مني، بس صدقني مش بايدي، غصب عني والله. بس بس انت شكلك تعبان قوي، اهدي كده وبعدين نتكلم. لا لا مفيش وقت، انا كنت ارجع لك شبكتك واقول لك ان احنا مش هينفع نكمل مع بعض. استني هنا، انا مش عايز شبكة ومش هسيبك تمشي تاني. مش هينفع يا ياسر، خلاص الموضوع كله كان غلط من الاول اصلا. غلط؟ اه، ولازم نصلحه. انا ما عنديش استعداد افضل وعدك بحاجه عمرها ما هتحصل. استني هنا، انا مش فاهم يعني ايه الكلام ده. اختفيتي ليه ورجعتي ليه وعايزه تختفي تاني ليه؟ اسر عشا. ادخل. تمام يا علي بيه. ها حامد، تمام تمام ولا كده وخلاص؟ طيب يا باشا، انا عارف الفرخه بتخبي بيضتها فين، بس قبل ما اقول لسعادتك عندي طلب. طلب ايه يا حامد؟ في ايه يا حامد؟ وانت ما بتعملش حاجه لله ابدا؟ ها عايز ايه؟ صراخ مين بهدلنا فرحات؟ وصيها لحبيبك حامد يا باشا. حاضر حاضر يا حامد. ها خلص قول. صاحب العربيه سعادتك اسمه طارق حلمي، وشغال في الاذاعه موجودات دول، يعني اعلامي كبير وابن ناس، ولسه واخد اجازه عشان عريس جديد. لا تمام تمام يا حامد. طب وجبت لي عنوان الاعلامي الكبير؟ العنوانين، عنوان بيت امه وعنوانه الجديد يا باشا. انا بخلص اهو، بس راحه وصار كبير ربنا يكرمك. انا عندي رايه بكره ولازم اصحى، الارض هي اللي بتاكلنا عيش، وانت عارف مرتبات الحكومه ما بتعملش حاجه. حاضر حاضر يا حامد. ايه الهيصه اللي بره دي؟ لا 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 مفيش حاجه يا باشا، ده راجل عجوز قفشوه مع بنته صغيره وهم يعني. طب دخلهم دخلهم نتسلى شويه لحد ما يجي سراج بيه. العنوان يا باشا. اه ماشي. ماشي. انت كويسه يا حبيبتي؟ ما تخافش يا ياسر. ما تخافش ايه؟ انا هروح اجيب لك دكتور حالا. لا يا حبيبي استنى، انا كويسه. انا بس ما اكلتش حاجه من اخر مره كنا مع بعض. انت اتجننتي؟ انا هروح اجيب لك اكل. لا يا ياسر مش هقدر، استنى. لازم تقدري، انت كده هتموتي. كام دول؟ مليون جنيه. انا قلت 2 مليون، بتاعت حمراء. احمرق؟ بقول لك ايه؟ انا جمعت المبلغ منه كل حته عشان اخلص منك. هتيجي معايا للدكتور عشان نخلص من اللي في بطنك ده واكتب لك شيك بباقي المبلغ. اوعى ايدك كده، انت ما تتشرطش عليا. الريموت بتاع اللعبه في ايدي انا. انا اللي قلت اعمل ايه وما تعملش ايه. مش انت. يعني ايه؟ يعني فلوسي توصلني كامله الاول وبعد كده نبقى نعمل عمليه. عايزني اجي معاك اتبنج، افوق من البنج، لا الاقي اللي في بطني ولا الاقي الفلوس. حبيبي انت ما تتضمنش. وانا اضمن منين ان بتاخد الفلوس دي وما تعمليش العمليه وترجع تبتزيني؟ انت كمان ما تقدمنيش. ماشي، طالما بقى عم عشان مات والمعامله بقت خد وهات، هات بقى المليون دول وخلي النص التاني بعد العمليه. اظن بقى كده فير. يلا يلا هات العنوان وانا ساعه زمن هروح اقفل على الارنوب ده في عشته واجي لك على طول. اتفضل يا ست، ادي العنوان. دكتور صاحبي شاطر جدا، هيبقى ستره غطى علينا. ساعة زمن ومش عايزك تتأخرش. حبيبي انا عمري اتأخرت عليك. باي. انا يا باشا طلعت فوق السطوح لقيت الراجل الشايب العيب ده والبنت دي في وضع مخل. اه يعني ايه وضع مخل؟ وضع مخل ازاي يعني؟ وضع مخل يا بيه يعني وضع مخل. ايوه يعني لقيتيهم فوق السطوح كده على عينك يا تاجر ولا كانوا في اوضه؟ لا يا باشا كانوا في اوضه عيسى اللبان. الراجل ده اصلا سوي وبيشغل البنت دي وبيقبض عليها ومأجر الاوضه بالساعه. وسيدي نور مريم ما حصل ولا بس يا بنت انت ما تتكلميش غير لما اسالك، فاهمه ولا لا؟ حاضر يا بنت. وانت طلعتي لقيتي باب الاوضه مفتوح ولا انت اللي فتحتي الباب؟ لقيتي الباب مفتوح ولا انت اللي فتحتي الباب؟
انا بيه سمعت الصوت كده لمؤاخذه فخبطت فتحوا لي الباب. انت كدابه يا وليه انت، ازاي شفتيهم في وضع مخل وازاي هم اللي فتحوا لك الباب؟ حد غير الوليه دي شاف الوضع المخل اللي بتقول عليه؟ لا يا بيه، احنا خدنا على اصواتهم وبلوزه وصدقنا اللي قالاه. وانت ده معلات كده يا باشا؟ الحمد لله. مش عايز اسمع نفس. مساء الفل. اهلا سراج بيه، تعالى اتفضل. ايه الخير ده كله يا علي بيه؟ اه الخير على قدوم الواردين يا سيدي، تعالى استلم. كمل انت يا باشا. لا لا لا، ده انا عندي مشوار مهم ومتاخر قوي عليه. يلا ربنا معاك. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. يا حامد خليهم يجيبوا لي القهوه بتاعتي بسرعه. تمام سعادتك. يلا. مين فيكم اللي مقدم البلاغ؟ انا يا بيه. ملك موكا، يا ملك يا فندم. اي خدمه؟ انا المقدم علي المنشاوي، ممكن اتكلم مع حضرتك شويه؟ تحت امرك، اتفضل. شوف مش عايز وجع دماغ وحوارات ملهاش لازمه عشان ما طلعوش على عينيك. خدت منك كام؟ ما خدتش مني حاجه يا باشا. يعني انت عايز تفهمني انها وقعت في سحنتك الجميله دي ولا في عينيك المعمصين؟ ولا كنش راجل نسوانجي وقراري كده وقور وانا معرفش؟ يا باشا انا نسوانجي وقراري، سعادتك شايفه خدي قد بنتي. في ناس كده تحب السجن، تشتاق له. وحشك السجن؟ وحشك السجن يا صبري يا ايوب؟ يا باشا انا قضيت مدتي ووفيت بديني. الشكوى دي كيدية وسعادتك اسال علي باشا. وعلي باشا ماله بقى، كان معاك ولا ايه؟ بص يا صبري، لو شهدت على البت دي انا هعتبرك شاهد ملك واخرجك من القضية وتروح. بس انا احب اعرف كل التفاصيل. كنت لابس ايه؟ كانت لابسه ايه؟ وايه اللي حصل بالظبط؟ ساعتك عايزني اكذب يعني؟ لا يا حبيبي ما تكذبش، انا هعرفك انك كذاب. اركن هنا ووشك للحيط. اركن. ها يا نبيل، هتتعبيني هتعبي. هتريحيني؟ هريح؟ خدتي منه كام؟ يا بيه ده قد ابويا، هو راجل محترم ومصلي. هي الولية جايبة. الو؟ هاي يا باشا، ولو مش فاضي يا باشا فضالة. كام قتيل؟ يا حاضر يا باشا، انا انفض ايدي واجي لك على طول يا باشا. حاضر يا باشا، مع الف سلامة، في رعاية الله. يا حامد! قوامي بسعادتك. حضر البوكس وقوة كاملة وتسليح عالي، وخلي الاتنين دول عند عوني لحد ما نرجع لهم. تمام سعادتك. واحنا ايه دخلنا بالحكاية دي؟ شهود. احنا بنستجوب كل اللي كانوا موجودين في المكان، يمكن يكون حد شاف حاجة كده او كده. كان نفسي افيد حضرتك الحقيقة.
استاذ طارق، اكيد حضرتك عارف ان انا كان المفروض استدعيك انت والمدام للاسم واخد اقوالكم بنفسي، بس انا الحقيقه لما عرفت ان انتوا لسه متجوزين قلت ما يصحش برضو يعني. ميرسي لذوق حضرتك. امال المدام فين؟ كنت حابب اسالها بنفسي، انت عارف برضو ان الستات بيبقى عندهم قوه ملاحظه اكتر من الرجاله. بس للاسف المدام مش موجوده دلوقتي. مش موجوده؟ مش غريبه شويه يعني؟ انتوا لسه عرسان جداد؟ لا خالص، هي والدتها تعبت فجأة فهي كان لازم تروح تطمن عليها. لا ألف سلامة. طب يا أستاذ طارق أنا هسيب لحضرتك الكارت بتاعي، يا ريت المدام تكلمني يمكن يكون عندها حاجة تفيدنا بيها. تحت أمرك. عن إذنك. اتفضل. شرفت. عايزة تموتي نفسك وتهون لي من اللي انا فيه. انا حياتي ملهاش لازمه من غيرك اصلا. بعد الشر عليك يا حبيبتي، مفيش حاجه ملهاش حل. احكي لي بس ايه اللي حصل. يوم الفرح الصبح وانا بلم حاجتي من الشقه، اخويا جه وقال لي باباك تعبان قوي في العنايه المركزه وخدني ونزلنا جري. طب ما كلمتنيش ليه؟ انا جيت اكلمك واحنا في اول الطريق لقيت ان انا نسيت الموبايل، بقول لاخويا نرجع نجيبه، عادي زعل. قال لي باباكي تعبان مفيش وقت، احنا في ايه وانت في ايه؟ طب ما كلمتنيش ليه من تليفون اخوكي؟ ما انا ما بحفظش الارقام، وبعدين ما انا كده كده ما كانش هينفع اكلمك قدام. بس ده يوم فرحك يا عشق. انت عارف ان انا ما كنتش قايله لحد، انا ما كنتش قايله لهم كلهم، ما قلتش الا لبنت خالتي بس. اتاريها السافله دي خانتني وقالت لهم. قالت لهم؟ يعني هم كانوا عارفين ان احنا هنتجوز؟ ولما روحت اسكندريه لقيت بابا مش تعبان ولا الموبايل انا كنت ناسيه، اخويا كان مخبيه عشان ما اكلمكش. يعني كان بيضحك عليكي؟ من يوم ما رجعت وهم حابسيني في البيت. طب وبعدين؟ ولا حاجه، قعدت امثل عليهم ان انا ندمان واني استسلمت لهم لغايه ما هديوا عليا شويه، واول ما قدرت اتحرك جبت الشبكه وجيت لك جري عشان اقول لك ان احنا مش هينفع نتجوز. احنا القصه اللي بينا انتهت خلاص، نهو عليها قبل ما تبتدي يا ياسر. هيعملوا فينا ايه يا عم اليو؟ والله ما انا عارف يا بنتي، انا بس بدعي ربنا ان الظابط الاولاني يجي ويمشينا. انا قلت خلاص الحكايه خلصت، الحكايه اتحققت تاني، ربنا يسوها يا رب. مش كان زمانك خرجت انت منها وشدت عليا؟ لا يا بنتي، مراجل دوت الظلم مستحيل في يوم من الايام الناس ده حد. اقول لك حاجه بس ما تزعلش، انا لو كان قال اشد عليك كنت عشان لو ابو البوله تعملي كده مش عشان انا، لا انت لو شهدتي عليا هيسجلوكي اداب ويفتحوا لك ملف. ايه يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، كويس انك فطرتني. الدنيا دي ما فيهاش مطرح للي قلبه نضيف زي الناس. وحشه قوي يا عم الحاج. قصدي مش الناس يا بنتي، ناس غلابه كل واحد مالي في دنيته. ارمي انت بس حمولك على الله، ان شاء الله هو هيحفظك. يحفظني؟ يحفظني ايه بقى؟ هو أنا كنت حفظت روحي عشان يحفظني؟ منك لله يا عنان الكلب اللي أشوف فيك يوم قادر يا كريم. لا لا يا بلبلة، أوعي تدعي على حد يا بنتي، ادعي له ادعي له إن ربنا يهديه. ادعي له؟ أما أبويا مات نزلت أنا وأخواتي البنات عشان نشتغل، وقفت في مطعم فول وطعمية، كنت بغسل الطباق وأقلي الطعمية والبتنجان،
بقلي شوية طعمية، ريحتهم دي تجيب الزبائن من على آخر الشارع. أنا لي صاحب الدكان كان تملي يقول لي أنت مرزقة يا بنتي أبو البلة ووشك حلو. طيب أنا ما هو كان كويس معاك وما بتدعي عليه ليه؟ كان كلامه حلو آه، بس ده هو الطعم اللي كان بيصطادني بيه ويزن على الودان مرة بالسحر. حبيته وعشمني بالجواز. شغلتي معاه كان يوم ما تبي يسكر الدكان عليا انا وهو، والناس اللي عايزه الشندوتشات واقفين بره مفكرينه بيصلي. انت ازاي تسيبيني وحشك بالسهوله دي؟ كنت بحبه ومش فاهمه ولا عارفه، بس بعد كده فهمت، التقيت ان هو كل همه يسك الدكان عليا انا وهو، لحد ما في مره قلت له خلاص انت اخرك معايا كده، يا اما تتجوزني يا اما اروح اشرد لك عند ام محمد. طبعا شتمك وطردك من المحل. يا ريت، ابن الحرام بلغ عني في المركز اني زرقت منه انبوبتين بوتاجاز وكانوا هيعكشوني لولا شربت وسبت لهم البراد اللي فيها. طب ولادك واخواتك؟ كنت افضل معاهم يعني؟ وقفوا اخواتي البنات وصياتهم، قلت اخلص من روحي. وانا تلك نفسك يا بلبلة؟ رحت عشان ارمي نفسي قدام القطر، بس خفت ما قدرتش، ركبت القطر لحد ما جيت لحد هنا. معلش معلش يا بنتي، كل ابن ادم خطاء وخير خطائين التوابون، ربنا سبحانه وتعالى يحب عبده التواب. توبي الى الله كده واخلصي النية وان شاء الله هنشوف كلام عليك. يا رب. لا يا عشق، انت معايا ومش هسيبك تبعدي عني تاني، احنا نتجوز زي ما احنا متفقين ونحطهم قدام الامر الواقع. مش هينفع يا قاسر، الموضوع بقى اصعب من الاول بكتير، انا عيلتي كبيرة قوي، دي فروعها في الصعيد اكبر واكتر من اللي في اسكندريه، وبعدين انا بابا خلى اخويا سال عليك وعرف عنك كل حاجه، يعني لو اتجوزنا من وراهم حياتك انت اللي هتبقى في خطر. حياتي؟ وانا ليا حياه بعيده عنك يا عشق؟ احنا حياتنا ومستقبلنا مع بعض، ولو حياتي هي الثمن انا مستعد ادفع الثمن وانا كسبان ومبسوط. لا طبعا انا لا يمكن اقبل بكده يا اسر، انا بحبك، يعني لا يمكن ابقى سبب في حاجه تاذيك. أنا لازم أمشي دلوقتي، يا دوب أرجع اسكندرية، بدل ما يحسوا بغيابي أبص عليهم طبين علينا هنا. مفيش سفر ومفيش اسكندرية ومش هسيبك تبعدي عني تاني. لو سمحت يا آسر بقى، أنا خلاص قررت أنساك، يا ريت أنت كمان بقى تنساني عشان ما نعذبش بعض أكتر من كده.